فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي الجروح التي جرحت بها في بيت أحبائي. في بيت أحبائي. أين جرحت يا يسوع؟ أين جرحت يا يسوع؟ أين جرحت يا يسوع؟ في بيت أحبائي. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره بجراحه شفينا. أين جرحت يا يسوع؟ هاكم أقول الخبر، عذابي الشديد من أيدي أحبائي جرى. خليقتي بأسرها ألقتني في جب الهوان، كأنني عدوها وأنا منبع الإحسان. يا أبي إني أعلم لما يهوذا باعني، وأعلم الذي دعا بطرس لينكراني، لكنني لا أعلم كيف تسلم الوحي وتسمح بأن أهان من القريب والبعيد. اسمعوا صوتي يرتفع
إلى أبي البار الثاني. لماذا في هذا الواقع يا رب قد تركتني؟ سأصبر لعدلك حتى يتمم القصاص، لكي ما أفتدي البشر وأفتح باب الخلاص. يسوع خيرك لنا والشر منا قد ظهر، وجئت كي تطلبنا فنالك منا الضرر. العين منك قد بكت والفم نادى بالسلام، ونحن قدمنا لك كأس العذاب والآلام. عيني تجود بالدموع، رأسي عليك يستند، يدي إليك ترتفع، قلبي عليك يعتمد. وقد فتحت جنبك ليسهل لنا الدخول، فقدنا بالنور لك كي نحظى بنعمة.